باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. وحشتوني قوي قوي قوي. انا سمر، عايزه اسالكم سؤال. احنا بنعمل ايه بالنور؟ يعني مثلا بنور بيها الشمع في بلادي، والناس اللي عايشه في الصحراء بيولعوا النار في الخشب علشان يدفيهم. بس بابا وماما دايما بيقولوا لنا ما نلعبش بالنار والكبريت، علشان النار دي يا اولاد بتحرق جامد قوي والمفروض ما نلعبش بيها. تعالوا نسمع حكاية النهاردة. قصتنا النهاردة حصلت زمان، كان شعب الرب عايش في شر كبير قوي. عشان كده الرب سمح ان ملك تاني عظيم اسمه نبوخذ نصر، ملك على مملكة كبيرة اسمها مملكة بابل، يجي البلد بتاعتهم ويحاربهم وينتصر عليهم، وكمان اخد منهم ناس كتير قوي عشان يشتغلوا عنده في المملكة. من ضمن الناس اللي خدهم تلاتة كان اسمهم حنانيا وميشائيل وعزاريا. الملك أخدهم عنده في مملكة ودرسوا هناك، وبعد كده اشتغلوا في مملكة بابل، والملك كمان غير اسمهم وخلاه شدرخ وميشخ وعبدناغو. التلاتة دول كانوا بيحبوا ربنا جدا، وقالوا إن هما مش ممكن يعملوا حاجة تزعل ربنا منهم، وحتى لو هما في بلد تاني غريبة ما بتعبدش ربنا، لكن هما هيفضلوا يعبدوه وهيفضلوا يسمعوا كلامه. وفي يوم من الأيام الملك نبوخذ نصر قرر ان هو يعمل تمثال كبير قوي من ذهب عشان كل الناس تعرف قد ايه هو ملك عظيم. وفعلا عمل تمثال ضخم قوي طوله 30 ذراع، يعني عمارة كده 10 ادوار، والتمثال ده حطه في مكان كبير قوي عشان يبقى باين لكل الناس، وعمل افتتاح للتمثال ده. وفي الافتتاح عمل احتفال عظيم قوي، حضروا كل الوزراء والقضاء وكل الناس العظماء في مملكة بابل، وكمان كل الشعوب اللي كانوا موجودين في بابل، وابتدوا ينادوا بصوت عظيم قوي ويقولوا لكل الناس: لما تسمعوا صوت آلات العزف تعزف كلكم تسجدوا لتمثال الذهب اللي عامله نبوخذ نصر، واللي مش هيسجد هيترمي في أتون النار، يعني في مكان كده كله نار. ودي كانت مشكلة كبيرة، لأن التلات رجالة دول حنانيا وميشائيل وعزاريا مش ممكن يسجدوا للتمثال، لأن الله وصف كلمته إن محدش يسجد غير ليه. وفعلا عزفت الآلات وكل الناس اللي موجودة سجدوا للتمثال ما عدا حنانيا وميشائيل وعزاريا، وطبعا كان منظرهم واضح وسط بقية الناس. وفي ناس شافتهم وراحت قالت للملك، والملك اتغاظ جدا وناداهم وقال لهم: انتوا بتقصدوا انكم ما تسجدوش لتمثال الذهب اللي انا عملته؟ طيب انا هديكم فرصة تاني، لما تسمعوا الآلات بتعزف مرة كمان عايزكم تسجدوا للتمثال. لكن هم ردوا على الملك وقالوا له: يا نبوخذ نصر، احنا مش محتاجين نرد عليك في الأمر ده، إلهنا اللي احنا بنعبده يقدر ينجينا من أطون النار وينقذنا من إيدك، وحتى نسمح وموتنا في أطون النار لازم تعرف إننا مش هنعبد غيره ولا هنسجد لتمثال الذهب اللي انت عملته. الملك اتغاظ جدا. الملك هيعمل ايه في حنانيا وميسائيل وعزاريا؟ هيرميهم فعلا في اتون النار؟ طيب واحنا كمان لو مثلا بنلعب والنور قطع علينا فجأة هنخاف ولا لا؟ طبعا هنتخض في الاول، بس لازم نكون عارفين ومتأكدين ان ربنا معانا وبيحافظ علينا في كل وقت. تعالوا نرجع للحكاية بتاعتنا ونشوف الملك هيعمل ايه. وامر ان هما يزودوا نار الاتون 7 مرات، وخلى جنود الأقوياء يربطوهم ويرموهم في النار. ومن شدة نار الأتون الناس اللي رموهم ماتوا من السخونة اللي خارجة من أتون النار، وترمى حنانيا وميشائيل وعزاريا في أتون النار. الملك كان بيبص عليهم، لكن بعد شوية الملك استغرب وابتدى يسأل الناس اللي حواليه، قال لهم: احنا مش رمينا 3 رجالة بس في أتون النار؟ قالوا له: ايوه جلالة الملك. قال لهم: طب ازاي دلوقتي انا شايف 4 مش مربوطين وبيتمشوا في وسط الأتون، وكمان الرابع اللي معاهم ده شبه الآلهة؟ فقرب نبوخذ نصر من باب الأتون ونادى عليهم، قال لهم: يا شدرخ وميشخ وعبدناغو، يا عبيد ربنا، اخرجوا وتعالوا هنا. فخرجوا والناس اتجمعت حواليهم وكانوا مستغربين قوي، مستغربين من التلاتة اللي النار ما كانش ليها قوة عليهم ولا حتى شعرة من رأسهم اتحرقت.
ولا حتى في ريحة نار في هدومهم. فالملك نبوخذ نصر شهد بنفسه إن مفيش إله زي ربنا اللي قدر ينقذ عبيده من قطور النار، وأمر الملك إن في كل مملكته مفيش حد يتكلم بحاجة وحشة عن إله شدرخ وميشخ وعبدنغو، لأن مفيش إله تاني يقدر ينجي عبيده زي كده. إحنا كمان يا ولاد لازم نكون عارفين ومتأكدين إن ربنا معانا وشايفنا وبيحافظ علينا طول الوقت، زي مثلا لو أنا ماشي في الشارع وطلع فجأة عليا كلب، لازم أكون عارف ومتأكد إن ربنا معايا وبيحافظ عليا. ربنا معانا يا ولاد واحنا بناكل واحنا بنشرب واحنا بنلعب واحنا في المدرسة واحنا في الكنيسة حتى واحنا نايمين، دايما بيحافظ علينا وشايفنا وسمعنا، زي ما كان في أتون النار مع حنانيا وميسائيل وعزاريا، ما حصلهمش حاجة من النار الجامدة علشان ربنا كان معاهم ومحافظ عليهم. تعالوا نحفظ الآية مع بعض. آية النهاردة سهلة وحلوة قوي، الرب يحفظك من كل شر. تعالوا نقولها مرة كمان، الرب يحفظك من كل شر، مزمور 121 آية 7. باي باي.